طيب، موضوع اليوم يا شباب عن مبادرة المليار اللي أطلقناها قبل سنتين في عسير، واللي تبرع الشيخ أحمد بن ثالبة بمشتل الموجود في المجاردة أنه يدعمنا بأي عدد ممكن من الشتلات. وزعنا السنة الأولى 300,000 شتلة مسجلة للجمعيات اللي راحت لها، الروابط اللي أخذتها، البلديات اللي أخذتها، إدارة الزراعة اللي أخذتها، حتى الرياض هنا أمانة الرياض أخذت منا كمية السنة هذه. ليش قلنا مليار؟ عساس تفهموا ليش المبادرة طلقت مليار. كل سيارة تمشي في العالم تحتاج 50 شجرة لتعوض كمية ثاني أكسيد الكربون اللي طلعت منها، عشان تسحب ثاني أكسيد الكربون اللي طلع عن طريق احراق البنزين ونعوضها بأكسجين. عدد السيارات اللي في السعودية تستوجب منا زراعة مليار شجرة لتعويض ما أفسدناه في 50 سنة. إذا نحن نقول نزرع، شوف الشجرة اللي يقولون بزرومية، بزرومية خطيرة لأن جذورها سطحية تهاجم دورات المياه وتهاجم غرف التفتيش، وإذا كنا نقول لا تصح جوار البيوت لهذا السبب، ليس لسبب ثاني، لكنها تعطي أكسجين وتعطي ملاجئ وتعطي 20-30 فائدة أخرى غير ولذلك نقول بزرومية تهاجم، لكن الأحسن منها السدر. السدر جذر وتدي، يعني لو زرعتها الآن وسقيتها لمدة 6-7 شهور مثلا وجاء شوية مطر، فإنها تظل تتابع هذا المطر حتى جذرها ينزل تحت. كل ما نزل جذرها تحت الوتدي كل ما ارتفعت هي فوق، مقاومة للملوحة، مقاومة للرطوبة، مقاومة للظروف الجوية، مقاومة لأشياء كثيرة جدا. إذا نقول نبتة السدر في المملكة السعودية نبتة مباركة تعيش في كل البيئات الحارة الجافة الباردة المالحة كلها تعيش فيها، لكن زراعة نوع واحد من الأشجار خطير، يجب أن ننوع الأشجار عشان التنوع البيئي. نقول اللي عندهم سمر زرعوا سمر، اللي عندهم سلام زرعوا سلام، اللي عندهم سدر زرعوا سدر. يجب أن يكون هناك تنوع بيئي كبير جدا. لا نضع مبادرتنا لشجرة واحدة، نحن نقول ندعم أي شجرة في بيئتها ولا يمنع من التطعيم. يعني منطقة كذا نقول فيها سمر زيدوا شوية سدر، شو المشكلة؟ لكنه لا يؤثر ولا يخل بالتوازن البيئي. نحتاج وجوبا في السعودية زراعة مليار حتى نستطيع أن نعيش منها علافنا. يعني السدر في بحث من بحوثي بس 75 فائدة غير الفوائد الأخرى، يمكن نوصل 100 فائدة للسدرة الوحدة، منها تجاري، منها اقتصادي، منها عسل، منها زيوت، منها علاجات، منها مضادات اكتئاب، منها أعلاف، منها حطب، منها علاجات عطرية طبية، أشياء ما تتخيلونها. بحث نازل لي وراح يتوزع إن شاء الله، وفي موشن برضو فيلم عن السدر بالذات. نقول كل منه مطلوب، تخيل عمره 700 سنة كم يجيك جور من الطيور اللي تلتجئ لها، من الحيوانات اللي تأكل منها، من الظل، من أشياء كثيرة جدا. يجب أن تحتسب ويقول لك وقف من زراعة الأشجار النهراء ما راح تكلفك شيء. ازرع حول بيتك، ازرع أمام بيتك، ازرع في المواقع اللي أنت فيها، ازرع في أي مكان، بث فكر الزراعة. ما تقدر، خذ بذور وزعها الناس، خذ بذور وانثرها في الأودية، خذ بذور واعط من يستطيع أن يزرع، أوقف لنفسك ما حد ينفعك. ولذلك أنا أقول لا بد أن نبدأ بزراعة السعودية، ولا أقول لكم زراعة تحتاج مياه عشان نستنزف مياه المنتهية، لا، أشجار بيئية تزرع بدون تعب منه، تسقيها في البداية سنة 6 شهور 2 سنة وتحميها من الإبل وتحميها من كذا، ثم إذا أمسكت في الأرض انسها، راح تعطيك نتائج رهيبة جدا. إذا نقول أنسنة المدن منها الرياض، أن أنسنها ونزرع فيها، نزرع فيها أشياء جميلة زي الأشجار هذه، أشجار لا تتعارض مع البيئة ولا تحتاج منها سقي زي النخل. 33 مليون نخلة استنزف 6 مليار متر مكعب سنويا، كارثة. خلنا نزرع بدله مليار شجرة بنفس الرقم هذا من المياه، وتعطينا ناتج رهيب. تعرفون أن بعد البترول ما معنى اللي هي علاف للمواشي، وما هي طاقة، وهي نعمل منها بيوت، وهي نعمل منها تبرد الحرارة. كل شجرة بندع 10 مكيفات، تمسك التربة، تمسك المياه، تمسك الأملاح، تبرد الجو، تلطف، تمسك الغبار. الغبار كارثة لنا بالنسبة للطاقة الشمسية، فيها تعتبر ساحب الغبار. ذاك نقول هي في المستقبل ثروة لنا وأجر كبير جدا، يجب أن نسعى لها كل الموجودين في المملكة السعودية ودول الخليج، أن نزرع من الآن ما دام النفط موجود. نستطيع أن نعالج أخطائنا في 50 سنة الماضية، نستطيع أن نعالج تأثيرنا على البيئة، نستطيع أن نكون بيئة صالحة لنا فيما بعد النفط، تعطينا ونربي عليها مواشي وأغنام وتجارة واقتصاد وزراعة وسياحة وأشياء كبيرة.